تمام. طيب الحالة اللي مشيرها زميلنا الدكتور عبد الرحمن بيقول ان هي في كونتراكشر، بيقول كونتراكشر اوفر ذا دورسال اوزوفاجوس. هو انا يعني شايف الكونتراكشر خفيف قوي، وانا شايف العين كان معمول له جرافت ولا حاجه ما اعرفش ايه ده، وشايف كونتراكشر يعني هنا واخد من اول التوس كده لحد الانكل اريا. دكتور عبد الرحمن برضه مشير اشعه بيقول ان هو عنده العيان عنده ايه؟ سيبتك ارثرايتس. الزملاء طبعا الدكتور تامر والدكتور احمد تاج والزملاء علقوا عليه، يعني في ناس قالت لك ما تعملش حاجه فيه لحد ما تعمل سيبتك ارثرايتس، لحد ما تحل مشكله السيبتك ارثرايتس. اعتقد دول ليه دول الاثنين اللي هم علقوا، بس ما حدش ايه ما حدش علق اكتر من كده. انتوا ايه رايكم يا شباب في الحاله دي؟ هو مشكلته يا باشا السيبتيك ارثرايتس، انا شايف مشكلته الاساسيه السيبتيك ارثرايتس. اي ثينك هي اللي عامله المشكله في الانكل جوينت، مش يعني هو ممكن فعلا يا احمد زي انت بتقول كده ما يبقاش عنده ليميتيشن للموفمنت بسبب السكور. ده هي الليميتيشن الموفمنت اللي عنده، او اصل الكونتراكشر لازم زي ما يعني بيقول كونتراكشر، احنا لو هنعرف الكونتراكشر كونتراكشر لازم يبقى فيه شورتج في السكن، تمام؟ انما لو الجوينت ما بيتحركش ديس نوت كونتراكشر، لا ده هنقول مثلا ان هو يعني عنده الانكل جوينت في ستيفنس في حاجه، لكن كونتراكشر مينز شورتج اوف ذا سكن، ذيس از كونتراكشر، تمام؟ فتهيألي بس اللفظ يخلي زميلنا الدكتور عبد الرحمن موجود. وبرضه لو هو عنده كونتراكشر، ما هو برضه انا لازم اصلح الاول السيبتيك ارثرايت تمام حتى تمام انا شايف ان هو بس جاست سكار لكن مش كونتراكت سكار، لكن بس برضه حتى لو هي كونتراكت سكار لازم الاندرلاينج بون ده يتصلح، ما ممكن يرسي على ان هو يعمل ارثوديزيس. تمام يعني احنا ممكن نتدخل نعمل حاجه، ده راي دكتور احمد، وبعدين بعد كده ايه نفاجئ بان هو ايه ان هو العيان ايه مات، يعني الارثروديزيس عملت انفكشن، عملت حاجه، انتهت بارثروديزيس، يبقى احنا كل الشغل اللي احنا عملناه ده شغل عديم الايه؟ عديم الفايده يعني. تمام؟ طيب حد عنده كومنت على الحاله دي؟ نعديها سريعا. دكتور محمد اسامه. لا يا باشا مفيش حاجه. دكتور وليد. يبقى دكتور عبد الرحمن لو معانا، دكتور عبد الرحمن العيان ده هنشوف الارثرايتس الاول، والكونتراكشر اللي عنده ده كونتراكشر خفيف قوي. اتهيألي ما هوش كونتراكشر يعني بالمعنى اللي هو، وعنده شويه دورسال كونتراكشر على مستوى التوز، لكن على مستوى الانكل جوينت اي ثينك ان هو لو في ليميتيشن للموفمنت بتاعته مش هتبقى موجوده، مش سببها السكن، هيبقى سببها البون او الجوينت يعني. الحالة الثالثة اللي شايرها زميلنا الدكتور أحمد طلحة وبيقول إن العيانة دي في ميل عندها 16 سنة وجاية له بالإسكار ده، وهو عايز يعمل لها الجراحة دي. طبعا بعض الزملاء تدخلوا وقالوا له يعني ما تعملش حاجة، هو ده الإسكار بتاع العيانة، ما هوش عامل ليميتيشن للموفمنت ولا حاجة على أي ثينك الميديال أسبكت بتاعت الإيه؟ بتاعت الأبر ساي والني أري. إيه رأيكم يا رجالة؟ عندي سؤال بس بالحاله اللي فاتت العدد البونيس بريم اللي هي في مين في الحاله اللي هي يعني في ثلاث سنين انا ما عنديش اكسبيرينس لا البونيس بريف از الحاله اللي فاتت لو هنلاقوا كده انا متعصب شويه للبونيس بريف بس ما تسالنيش فيها يا احمد لا طبعا البونيس بريف از لا البونيس بريف از يعني انا بوصل بيها تحت اللاترال مانيولس شويه بحوالي 10 سم ولا حاجه، فتحل مشكله زي دي تحل مشكله زي دي. ولما نيجي ان شاء الله في اللور ثيرد باذن ربنا هبقى اجيب طفل صغير كده عنده 6 سنين او 7 سنين كان تروما، وخدت له البرونيس بريفيس ولفتها له وغطى الديفكت كبير قوي في الدورس الاسبكت بتاع الفوت، كان يصل الى الديفكت اللي موجود هنا ده كله يعني. فهي تجيب يا احمد ان شاء الله ما فيهاش مشكله تجيب كويس يعني. انا عارف ان هي تجيب وتوصل للبيك، حضرتك بتوصل للبيك 2 بس لا 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 لا, لا 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 عشان الناس اللي موجوده لا يا حبيبي يعني الماكسيمم ماس ريتش بتاعها
لما يبقى عيان رجله طويله 10 سم ولا حاجه تحت اللاترال مانيولس، ما يبقى عيان رجله طويله. لكن لا البيك تو لا، بالنسبه لي ما تصرش اكتر من كده، وعلى اللاترال اسبكت فقط يعني، يعني برضو عارف في المنطقه دي كده يعني، في الحته دي كده يعني، لو خدناها ورحنا كده يبقى الارك فوتيشن بتاعها بيقل، هتقل الريتش اريا بتاعها يعني. لكن انا بتكلم لو انا هاخدها من هنا وهقلبها كده على طولها كده زي ما هي وتنزل هنا كده مباشره، ممكن تجيب لحد 10 سم ولا حاجه بعد اللاترال ماليولس من هنا، تمام. لكن ده حدودها، لكن يعني على الميديال اسبكت بفعل ليميتيشن، وابعد من كده بفعل ليميتيشن بصراحه. لكن هتوصل هنا، توصل هنا ان شاء الله ما فيهاش مشكله. على الانكل تغطي الانتيرو انكل اريا دي، تغطي الانتيرو انكل اريا، واللاترال اسبكت ده برضو تغطيه ان شاء الله بسهوله باذن ربنا يعني. تمام يا دكتور احمد. اه يا باشا، بالنسبه للحاله الثالثه يا باشا، طبعا دي في ميل بيشنت يانج ايج، طبعا عايز الاسكار ده يختفي تماما، سايكو يعني سايكولوجيكال هتبقى ديستربنس شويه بسبب الاسكار. فانا رايي صح ضد بوت سكالب لينزز سكار. انا موافقك، وكل الزملاء تقريبا محمد جعفر قال كده، و وانت قلت كده اعتقد، واعتقد مين تاني، الدكتور تامر او حاجه قال كده. لكن دكتور احمد طلحه يعني رسم الرسمه دي وقال ان هو يعني ايه لو عمل كده هينتج عنها سكار خفيف نارو سكار. لا يعني انا وجهه نظري بصراحه ان العينه دي دونت تاتش، هنمشي معاها كونزرفتيف، هنمشي معاها شويه ليزر، نمشي معاها شويه ممكن فات انجكشن زي بعض الزملاء ما قالوا، ديرما بين وديرما رولر والحاجات اللي هي بتاع الكوزمتيك دي. لكن حتى الانتي سكارز ميجرز ما عادتش تجيب معاها نتيجه، اللي هو السكار والسيليكار والحاجات اللي هي الكريمات دي، بلاش نقول اسماء ثوريه يعني، يعني السيليكون والحاجات دي اي ثينك خلاص دورها خلص، ما عادتش تجيب معاها نتيجه. ان البيرن كانزيشن تشايلد هود، فا اي ثينك ان ذيس بيشنت فور يعني ايه اللي هي الحاجات الريجيفونيشن بروسيدرز نو مور يعني، سواء بقى يعني يعني كلهم زي بعضهم اي ثينك، شويه ليزر على شويه بي ار بي على شويه بتاع ده فات انجكشن ولا حاجه. لكن ما حدش يحط مشرط في العيانه دي، ارجوكم دكتور احمد طلحه لو سمعنا بلاش تحط مشرط في العيانه دي. بلاش يا احمد، لان يعني يعني طبعا اي طبعا بقالها 6 شهور بتروح وتيجي عليا، وانا يعني كل مره كريمات موضعيه. ما بص يا احمد، الحالات اللي زي كده يعني ايه بتنها موجوده، انا عن نفسي انا لحد ما تزهق وتطفش وتاخد بعضها وتروح لحد بتاع جلديه يقنعها بقى اقناع تام ان هي هيعمل لها الحلول السحريه البراقه اللي هي بتعمل مش عارف ايه وهتخليها ايه وتمام، ويبقى ربنا يعني كفاني شرها. لكن جراحه هتلبسك الحاله دي ومش هتقدر يعني خلاص بقى يعني، انت عارف ايه، هينسوا الجرح القديم ده ويمسكوا فيك على فكره. فدي ماكسيمم ان انت ممكن شويه كربون دايكسيد ليزر، شويه حتى الفات انجكشن يعني بلاش ندخلها عمليات عشان ناخد لها فات انجكشن، خليها حاجات انسيري بروسيدر كلها كده، حاجات ايه كاوت بيشنت كلينكس يعني. اتحسنت اهلا وسهلا، ما اتحسنتش اهل عينها هتزهق في الاخر وتمشي، خد بالك يعني. حد عنده راي يا جماعه في الدكتور وليد او الدكتور محمد اسامه؟ اتفضلي الدكتوره ايمان. دكتوره ايمان اتفضلي. اتفضلي يا دكتوره ايمان. هو طبعا مع رايي معليك ان هو فعلا مش محتاجه ما نحطش فيها مشرط، بس عايزه برضه اضيف حاجه. ايفن لو الاسكار اقل من كده، الاسكار ده جنب النيه، الموفمنت نفسها هتخلي الاسكار ممكن يحصل وند ديزنس، او هتزود اللايبيليتي للهايبرتروفيك سكار مع الموفمنت. تمام، ما هو كان شكله كان هايبرتروفيك قبل كده يا دكتوره ايمان، وعشان هو لونج ديوريشن فبدا يحصل له اتروفي. هو ايفن يعني قصدي الموفمنت ده راي حضرتك، الموفمنت بتاعت النيه دي هيبقى انستيبل سكار، هيبقى لايبل للكيلويد او الهايبرتروفيك سكار اكتر. تمام عشان كده بنقول ما نلمسوش يا دكتوره ايمان، لان احنا فعلا لو اتعمل له حاجه هيرجع تاني زي دكتوره ايمان ما بتقول كده يا احمد، هيرجع تاني. ومش قصه انه هيرجع تاني بس، ده ممكن ان يعني هتدخل في شويه هايبرتروفيك سكار، ولو حصل وند ديسربشن والعيانه ما خفتش وانتهت انك تحط لها جرافت ولا حاجه، يبقى انت دخلت العيانه في قصه ثانيه اكبر من الجرح اللي موجود ده يعني، بقى عندها دونر سايت موربيديتي والسكار هيبقى سكار،
فاللي انا اقصده ان هو يعني مش المنطقه دي اللي نعمل فيها حاجه لعيانه عشان بس جاست فور كوزمتكس، ما دام هي ما عندهاش مشكله في الموفمنت بتاعتها ومش عامل لها ليميتيشن للموفمنت، يبقى احنا ما ايه دونت تاتش جراحيا، لكن ايه نمشي مع الانسيلر بروسيدر كلنا ان شاء الله. معلش يا فندم لو سمحت، اتفضلي يا سليمان. معلش حضرتك بس لو سريعا تقول لنا امتى اقول ان السيليكون ملوش رول في الاسكاره، مش الحاله دي بشكل عام، معلش هو يعني السيليكون امتى اقول؟ بيجيب ريزلتس في الايرلي ستيجز يا دكتوره ايمان، تمام وانس السكار بقى ماتيور خلاص السيليكون ما عندوش رول. يعني السيليكون تمام بيشتغل في الاماتيور سكار. طب انا معلش سريعا، لو اتفضلي. انا عندي هايبر تروفيك سكار في الفيس، حضرتك وجد ان انا اعمل انجكشن بكورتيكوسترويد؟ والله يعني مبدئيا الكورتيكو الهايبرتروفيك سكارز فيها كلام كتير قوي، يعني فيها كلام كتير جدا. احد الاوبشنز واحد الطرق ان انت تحقن كورتيكوسترويد، ده احد الطرق. في ناس بتحقن حاجات تانية كتير خالص، في ناس بتحقن سلايم بس ما بتحقنش حاجة تاني، يعني في ناس بتحقن سلايم بس. يعني التكنيك اللي بيشتغل بيه ازاي، هو ناس بتقول لك بالبريشر ثيرابي، وفي ناس بتقول لك ان هو الكورتيكوسترويد ليه افكت، وفي ناس بيحقنوا يعني حاجات انترفيرون. يعني اللي انا اقصده يعني الحاجات المواد اللي بتحقن كتير جدا في الهايبرتروفيك سكورز. فبعض الناس بتحقن في بعض الناس بتحقن. انا عن نفسي انا لما لو هضطر احقن في الهايبرتروفيك سكار اللي هو العنيد قوي اللي ما بيجيبش نتائج، بحقنه مخفف بس يا دكتور ايمان، لان انا بخاف من الاتروفي اللي بيحصل بعد الكورتيكوسترويد. ممكن يحصل بعديه اتروفي وبيبقى معاه وايد بريسبتيشن كده موجوده، فدي بتبقى مقلقه للعيان اكتر. يعني ده از ماي اكسبيرينس. يعني لو حد من الزملاء برضه يفيدنا ويشاركنا بالراي موست ويلكم. يعني السلام عليكم دكتور مجدي، عليكم السلام دكتور مصطفى، معاك ازيك؟ الله يخليك يا ربنا مصطفى. يكرمك. الحمد لله والله. بالنسبه للهايبرتروفيك سكار في الفيس، كنت لسه سامع محاضره لريو جاوا بتاع اليابان ده قريب، جميل. وكان بيتكلم طبعا على البريفنشن الاول، ان انا احاول اقلل الانسيدنس بتاعه بان انا اخد سبكوتينيا سوتشر بالبي دي اس 5 او او 4 او الاول، ويمشي بالستير ستريبس لمده شهر في الفيس على بعد ما بيشيل الستيتش على السكار بقى، بيحط الستير ستريب شهر في الفيس تمام يستمر عليه، وبعد كده بيحط ستيرويد باتش. عندهم هم ستيرويد باتش، ما اعرفش ده متاح، دورت عليه هنا مش لاقي. لا ما اعتقدش الموجود عندنا يا مصطفى. فده بيبقى زي الترناتيف كده عشان يباي باس، يعدي المرحله الانفلاماتوري ستيج اللي هي بتسبب الهايبرتروفيك سكار. التغيير احنا بنستعيد عنها يا دكتور مصطفى ان احنا بنحط في الايرلي ستيج. انا عندي في كل الجروح يا شباب في الايرلي ستيج من الهيننج، بعد ما بيحصل هيننج مع اول غيار بسيب العيان مكشوف، بكتب له حاجه فيها تبقى الكورتيكوسترويد خفيفه. تمام. This is my school على فكره دي، يعني بالضبط. مش انا اللي بخترعها يعني، لكن هي انا ماشي في المدرسه دي يعني. هم عاملين بقى منها الاستيرويد باتش. تمام. بيمشي عليها العيان لحد ما يبدا الانفلاماتوري والاكتيفيتي ستيج دي تاخد، لان ده طبعا ده اللي بيخليها دايما ان هو ليبل النيوبا هايبرتروفي. تمام يا دكتور مصطفى، تسلم. تسلم. بس هم اليابان متهيألي ما بيجيلهمش هايبر توكس كار زي اللي بيجي المصريين يا مصطفى. يعني هنا اكتر المصريين المصريين البشره المصريه دي بيشوف فيها كل حاجه بصراحه، بيشوف فيها العجب يعني. بيبقى كيلويد بقى. بيبقى كيلويد صحيح. طيب حد عنده حاجه تانية في الحاله دي يا شباب قبل ما نعدي منها؟ اتفضل. طيب انا كنت عايز اسال عن الكومبليكيشن بتاع الكورتيكوسترويد سواء لوكال او انجكشن، اللي هي الدي بيجمنتيشن والاتروفي. هل حاجه اعمل بيها يعني يحصل لها بيها تريتمنت للدي بيجمنتيشن او للدي بيجمنتيشن اللي بتحصل؟ ليها طبعا يا دكتور احمد، ليها حاجات. اولها حقن سلاين، احقن سلاين، يعني هات العيان مره او مرتين او ثلاثه في الاسبوع كده احقنه سلاين بس، مش حاجه تاني. السلاين من الحاجات يعني في خبرتي المتواضعه يعني في الحاجات دي ان هو بيجيب ريزلتس كويسه قوي، ما اعرفش ايه الميكانيزم بتاعه بصراحه. وبدي معاها حاجات اللي هي الحاجات اللي هي بت 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 بتعمل ريبيجمنتيشن اللي بنستخدمها في الفيتيلوجو، زي في حاجات اسمها فيت سكان وفي حاجات اسمها فيترا سكان.
يعني في حاجات بتستخدم في الفيتيلوجو ممكن نستخدمها بتجيب ريزلتس كويسه قوي، وبتبقى الحاجات اللي هي بيحصل لها هايبرمنتيشن بوست كورتيكوسترويد بتتحسن على فكره عليها كويس قوي، وبترجع تكون بترجع بنسبه كبيره جدا اب تو مور ذان 90%. ما اعرفش حد من الزملاء عنده خلفيه برضه عن حاجه ولا لا، يقول لنا خبرته الشخصيه. هاي ما حدش هيقول حاجه، نقلب الصوره الحاله اللي بعدها. اتفضل. هل بستخدم الاسترويد توبيكال قد ايه بعد الفيس؟ يعني فور تو مانثس ولا حاجه، ببدا بحاجه خفيفه خالص، حاجه يعني زي فيسكورت او بيتا فيوسين او حاجه من المجموعه دي لمده مثلا ممكن شهر ممكن شهرين اكوردنج تو الكونديشن الموجوده، وممكن ابدا اعمل معاكم كومبينيشن بحاجات تانية بقى انتي سكارز، وبخليه بستخدمه هو قبل الانتي سكار شويه لان هو بيحسن الابسوربشن بتاع الانتي سكارز كمان. يعني بخلي العين يستخدمه مثلا قبل الانتي سكارز بنص ساعه ولا حاجه، وبعدين يحط الانتي سكار بتاعه. يعني من الحاجات اللي بتجيب ريزلت كويس قوي في كل الجروح اللي هي الهيلد الايرلي هيلد وومد، سواء كان بيرن سواء كان سكار بوست سيرجري سكار او اي حاجه ايا كانت، ده البروتوكول بتاعي اللي انا بمشي بيه يا شباب. بتستخدمه يا باشا من بعد فك الغرز على طول؟ يوم ما افك الغرز مباشره او مع الحروق، لو انا يوم ما اسيب الغيار مكشوف يعني في يعني على طول، ده البروتوكول بتاعي. ممكن امشي مثلا اسبوعين الاول لوحده حتى كمان او اسبوع، وبعدين امشي معاه انتي سكارز، او مش كان امشيه هو الانتي سكارز مع بعض من الاول على طول يعني. تمام، بيقلل الانفلاميشن وبيقلل الريدنس وبيقلل الشانس بتاعت الحاجات اللي بتحصل اللي بنشوفها كتير، هايبرتروفيك سكارز وحاجات زي كده. طب راي حضرتك يا باشا في الايرلي ابلكيشن اوف ليزر؟ الليزر طبعا يا دكتور احمد من التولز الجميله جدا الرائعه اللي هو المفروض نبدا بيه بصراحه ايرلي، يعني من الحاجات الكويسه قوي، بس يعني كل حاله ولها البارامترز بتاعتها بس اللي احنا هنشتغل بيها. يعني لما ببدا الليزر غالبا يعني انا بستنى شويه في الفتره الاولانيه اللي فيها شويه ريدنس، لان يعني كل الناس بتبدا تستخدم الكربون دايوكسيد ليزر بعد الجروح مباشره. في المرحله الكربون دايوكسيد ليزر بيشتغل على السكار الماتيور المفروض، يعني السكارز اللي في الاول دي لو في تولز موجوده بتاع الحاجات بتاع الفاسكولار زي الاي بي ال او زي الدايود ليزر اللي هو الحاجات اللي بتشتغل على فاسكولار ولا حاجه او ان دياج، ممكن نبدا نشتغل على الهايبر بيجمنتيشن اللي موجوده، لان في احد السيرز بتاع الهايبر تروفيك سكارز اللي هي الهايبريميا اللي بتبقى موجوده من احد السيرز اللي هي بتاع الهايبر تروفيك سكارز. فلو انت عندك تولز ان انت تشتغل على الهايبريميا اللي موجوده، اشتغل بحاجات من الليزرز اللي الايم بتاعها يجيب في الهايبريميا، يعني نجيب في الفاسكولار اي مين زيت يعني. لكن الكربون دايوكسيد احنا عارفين ان الكروموفور بتاعه الووتر، فهو طبعا في الهايبرتروفيك سكارز ملوش رول قوي، هو بيشتغل اكتر في الماتيور سكار، فهو يعني من الشهر الثاني من الشهر الثالث برضو ده مدرستي، لكن مش بحجر على الناس الثانيه ولا حاجه. يعني في ناس بتبدا من اول يوم، يعني انا ماي اكسبيرينس ان انا بويت شويه في اول شهر ولا حاجه. وبرضو لو معانا حد من الزملاء يعني عنده، دكتور وليد لو معانا او دكتور محمد اسامه يقول لنا خبرتهم في الموضوع ده. دكتور مجدي. اي دكتور محمد اتفضل. انا برضو انا دايما يعني مجرد ما افك الاستيتش انا بحب ماشي يعني على مايد سترويد كده لمده اسبوعين ثلاثه، تمام، او اسبوعين يعني ماكسيمم، وبعد كده ببتدي معاه بقى بالسيليكون لمده شهر كمان، والليزر لو هبتدي فريكشنال وهبتدي بعد شهرين من الوند يعني. وزي ما حضرتك قلت كده لو في حاجه اي بي ال او كده ممكن، طبعا ده ممكن يبقى بدري بعد اسبوعين. تمام تسلم يا حبيبي. لكن الاسترويد لمده اسبوعين بعد فك الغرز بصراحه بيدي نتائج كويسه جدا، وقبل ما نستخدم السيليكون. تمام، دي حقيقه فعلا. انا كونفينسد بالموضوع جدا يعني بصراحه. دي حقيقه جدا، دي حقيقه فعلا.
طيب حد عنده كومنت تاني على الحالة دي يا جماعة؟ ندخل على الحالة اللي بعدها بتاعت اللي كان شايرها زميلنا الدكتور أحمد سعد. دكتور أحمد بقى من يوم ما راح يتغردق وهو كل يوم طبعا دكتور أحمد أنا تابعت معاه الحالة بتاع الأسبوع اللي عدى وعملوه حلو قوي، عملوا لاترال سوبرامالولار للحالة اللي احنا كنا كانت اتعرضت على الجروب الأسبوع اللي عدى لو أنتوا فاكرينها، اللي عندها اكسبوزد بتاعت بيالس انتيرور، عملوا لها لاترال سوبرامالولار والحالة جميلة تسلم إيديهم يعني. طيب الحالة دي طفلة صغيرة عندها 9 سنين وعندها الديفورميتي اللي موجودة دي، مين يوصفها لنا يا شباب؟ الدكتور أحمد طبعا كاتب سنداكتلي لكن هي يعني إيه؟ ما هيش سنداكتلي. ممكن حد يقول لنا الديفورميتي دي إيه؟ complicated syndactyly. ممكن نسميها كومبليكيتد سيجداتي يا دكتور ايمان، اللي هي محاضرة على اليوتيوب انصحكم تسمعوها عن كونجنتال انوميلي اوف ذا هاند، يعني كاتبه قايل فيها يا وقتها حوالي ساعه ونص تقريبا، بس يعني مفصل فيها كل الانوماليز اللي موجوده في الهاند بالديجريز بتاعتها بالديتيلز بتاعتها، فيا ريت الناس تسمعها لان هي مهمه جدا. طلع بره اتفضل. عشان تذاكري. ايوه مين؟ ناجح؟ يا رجاله. طيب الدكتور ايمن قالت لنا كومبليكيت السندكت اللي ممكن تمشي، بس احنا عندنا ديفيجن اهوت، شايفين الديفيجن ده تمام، وعندنا فيوجن هنا و الميدل فينجر ديفيتد راديالي والليتل فينجر وقصده والرينج فينجر ديفيتد الناري تمام، وفي فيوجن ما بين الايه البروكسيمال فالانجيز، موجود فيوجن اهو بين البروكسيمال فالانجيز تمام. ايه رايكم يا شباب؟ الو ما حدش معانا ولا انا اللي مش معاكم؟ معاك طب اتفضلوا، ايه رايكم في الحاله دي ونعملها ايه؟ طيب يعني الحلول المقترحه ايه؟ زميلنا مشيرها ان احنا نقترح عليه حلول، ايه رايكم نتعامل ازاي مع الديفكت ده؟ حد عنده اقتراحات؟ طيب احنا الدكتور احمد طلحه قال ان احنا اسس الفليكسور اكستنسور، هو طبعا هو يعني المفروض دكتور احمد كان جايب لنا فيديو ولا حاجه، بس هو اي ثينك ان هو ممكن هتلاقي فيهم يونيون يا دكتور احمد في الفليكسور اكستنسور، خصوصا في الجزء اللي هو في بون يونيون ده تمام. انا طبعا ما احمد ما علقش خالص على الموفمنت اللي هو موجود معانا، يقول لنا الموفمنت بس بتاع الفينجر اخبارها ايه تمام. ايوه يا احمد يا سعد اتفضل. هي الموفمنت بتاعتها كلها يا باشا انتاكت، الفليكسورز كل صبع ليه السوبر فيشاليز والبروفاندا تمام، الموفمنت بتاعتها كلها كويسه، حتى الاكستنسور تندون كل واحد برضو يعني هو وايد خالص، بتوع الصبعين بتوع واحد. الصبعين اللي هم سندكتلايز دول تمام. تمام. هي الفكره بس ان احنا اختلفنا ان احنا نعمل ديت، يعني كنت انا كانت اترسمت وانا ما كنتش حضرتها، الرسمه كانت لونجيتيودنال تمام، وهناخد نفصل البروكسيمال فالنكس وهنحط جرافت على البون. فانا كنت معترض على حته ان احنا نحط جرافت على البون وان احنا نعمل مالتيبل زد ونعمل ريكتانجولار فلاب عشان نعمل الويب سبيس كويس تمام، والزد فلاب ديت هتقلل لنا ان انا احط السكين جرافت على البون. طب هو انت هيبقى عندنا شورتج، انت متخيل الحته دي يا احمد هيبقى فيها شورتج في السكين فظيعه. في رايكم يا شباب يعني رايكم نعمل يعني هاو تو افويد النقطه اللي بيقول عليها الدكتور احمد ان انا احط جرافت على البون دي؟ انا حطيت جرافت على البون مش في طفله صغيره زي طبعا يعني ما فيش من ضمن الكونترا انديكيشن احط جرافت على البون، وانا عندي في نفس الوقت شورتج جامد جدا موجوده اهوت زي ما انتم شايفين هنا، السكن فيري تايت، صبعين لازقين في بعض، لو فتحت هنا زي بلاست عمرها في حياتها ما تقفل دايركت، مستحيل ان هي تقفل دايركت، مستحيل ان انت تجيب يعني هتاخد من هنا زي بلاستي الاصبع واحد يدوب، يعني انت لو خدت الجلد بتاع الصباع ده يدوب يقض صباع واحد. فانتوا ايه رايكم؟ حلول هيبقى ازاي؟
حد يفكر لنا في حلول كده نحل المشكله بتاع الطفله دي، اللي هو برضه مش هينفع نجيب لها مثلا جراين ولا ينفع نعمل لها حاجه تاني من مكان تاني. دروز الاديب وفيشال فلاب، دورس الاديب وفيشال فلاب ده محمود يجي بالي. يعني اشمعنى اديب وفيشال يا محمود؟ ما نخليها فيش، ما نخليها في الشيكوتينس يعني. دورس الايه بقى؟ دورس الفينجر. يعني لو فتحنا دورس الفينجر اديب وفيشال فلاب، تاخدها طول الفينجر كله يا فندم. جميلة يا محمود الفكرة بتاعتك دي، انتوا متخيلين الفكرة اللي بقولها محمود؟ يعني انت تقصد تاخدها بقى اديب وفيشال، طب والصباع التاني يعمل له ايه يا محمود؟ ناخد كل صباع يعدي يغطي يعني من الميدل فينجر، هناخد نغطي بيه الانر سايد بتاعه، والرينج فينجر هنغطي بيه الريدر سايد بتاعه. لا يعني خانك التوفيق، انا كان نفسي اسمع بقى منك بقيه الكلام الحلو. يعني الفكره اللي انت بتقولها دي حلوه قوي، بس كنت اسمع، عايز اسمع منك بقيه الكلام بقى، اللي هو يعني ازاي تقسم الفلاب اللي عندك على الدورسال دي الى تو فلابس يا محمود. لان انا لو انا خدت اديب اوفيشال ايا كانت، او خدت فيش كوتينس من ناحيه واحده، يبقى انا مش هيقفل معايا الصباع يعني، تمام؟ لان انا عندي، انت متخيل يعني انت هتقيس المسافه من هنا لهنا، وهتقيس المسافه قدام من هنا لهنا، وهشوف السيركمفرنس بتاع الفينجر بعد ما تعمل له ريليس هيبقى قد ايه. عمر دول ما هيغطوا الصابعين ابدا، مستحيل. فالفكره انت قلتها دي فكره جميله جدا، كنت مستني حد يكملها لي. طيب يعني ناخد اديب وفيشال جميله يا باشا بعد اذنك. اتفضل يا مصطفى. هو هياخد السكن لصابع، ايوه، واديب وفيشال للصابع. جميل بالظبط كده، بس يحط يعني الجرافت في ناحيه بالظبط كده. يعني اقسم دي زي كان باخد كروس فينجر، لما باخد كروس فينجر اديب اوفيشال فلاب برفع السكن مع سكن مع فات البيول من ناحيه، وادخل ارفع الاديب اوفيشال من الناحيه الثانيه، وتبقى دي لصباع ودي لصباع. فكره طبعا يعني تحل لك المشكله بدون حاجه خالص، بدون مشكله، وما يبقاش عندك اكسبوز زبون، وتقدر تحط ايه جرافت على الحته اللي هي ايه على اللي انت حاطط عليها الاديب اوفيشال. تمام تمام يا دكتور احمد سعد. وبعد اذنك يا باشا، اتفضل. بعد اذنك يا باشا، دي اللي حضرتك تقصد بقى الكوابه ولا حاجه تانية؟ لا غير الكوابه بقى. لو الكوابه دي بنجيبها من الدورسال بتاع الهاند. ده الاوبشنز الثاني اللي كنت برضو مستني اسمعه من الزملاء، ان انا عندي الدورسال بتاع الهاند ده بنك للفلابس يا شباب. الدورسال بتاع الهاند ده بنك للفلابس، تمام؟ يعني عندي الفيرست والسكند والثيرد والفورث متكاربل، بيبقوا موجودين متكاربل فلابس، بيبقوا موجودين. فانا ممكن اخد واحده منهم للفينجر، واخد الثانيه الصباع الثاني اغطيه. بس انا هيبقى عندي برضه هنا مشكله، نيوروفاسكولار باندل افكتد. اي ثينك النيوروفاسكولار باندل افكتد في الفينجر ده، فاحنا برضه لازم نعمل ايه، ناخد البروكوشن بتاعنا واحنا بنعمل الريليز، وما نعملش السوتشر بتاعتنا طايت عشان دازنت افكت الفاسكولاريتي على الناحيه الثانيه. تمام. طيب عندنا مشكله تانية برضو عايزين نحلها تاني، غير يعني احنا عندنا مشكله السيباريشن، مشكله الكفرج، وعندنا مشكله الديفورميتي اللي موجوده. ايه رايكم؟ ليه؟ انا يعني كنت دكتور مجدي. اتفضل يا دكتور سامر. بقول لحضرتك يا باشا، في كان في طريقه كنت وريتها لحضرتك قبل كده، اللي هي بتعمل اكشن، اتعمل ديستراكشن. تمام. يعني هنركب هيبقى ليها فايدتين. اول حاجه ان هي بنركب تو واير، تمام، والوايرين دول هيعملوا الاينمنت ثاني للديفورميتي اللي موجوده في البون، تمام. وفي نفس الوقت بنركب ديستراكتور على التو وايرز دول من ديستالي، تمام. يعني بنعمل ديستراكشن للسوفت تيشو، بحيث ان احنا يبقى عندنا يعني بعد فتره بيبقى السكن بقى فيه اكسس والبون بقى فيه الاينمنت، تمام، بيبقى الفصل بتاعهم اسهل، ويبقى كده حلينا المشكله. هي الفكره جميله يا دكتور تامر، بس انت هتحتاج لو انت تعمل ديستراكشن استوجينيسيس، خلي بالك دي طفله صغيره عندها 9 سنين، مش عارف هتقدر تحافظ على الديستراكتور ولا لا، دي نقطه. النقطه الثانيه هنحتاج ندخل نفك البون من بعضه.
شيرت صورة للاستراكتور ده على الحاجة على الجروب التليجرام. الجروب بتاع تمام التليجرام لو حضرتك حابب تبص عليها. تمام. هفتح التليجرام يا دكتور تامر. تمام يا دكتور تامر، تسلم. البون ازاي يا دكتور مجدي؟ يعني هنخش نص البون والسكين انتكت، هل ده ليه طريقة معينة؟ لا، ما هو الدكتور تامر شاير صورة جميلة قوي، سيلكتور حلو يا تامر قوي، جميل. لا، اللي انا اقصده ان انا عندي هنا مشكلة، البون فيه يونيون، فانا اي ثينك الحالة اللي الدكتور تامر شايرها دي كانت سيمبل سندكتلي. اي ثينك. ما هي معلش دكتور مجدي. ايوه هو هشام. عليكم السلام. ازيك يا باشا؟ هو طبعا الديستراكتيف استوجينيسيس اللي تامر بيتكلم عليه ديستراكتيف استوجينيسيس، وفي نفس الوقت تبانش. تمام. فهو تمام. هيعمل بوند بسيط دورسال، ويعمل سيبريشن للايه؟ ايوه للبون. جميل. وبعد كده ويحط بقى الايه الوايرين دول. تمام. بعد كده يعمل ديستراكشن ديلي 1 مللي او 2 مللي. تمام. هيحصل تيشو اكسبانشن، وفي نفس الوقت ايه هيحصل سيبريشن. تمام. هشام. بس هتبقى اسهل على كده. وكنت برضه اقول على الكوابه او الريفرس ايه الريفرس كلومتكاربوفالينجيال اديبوفيشال او فاشيو كوتينيوس فيلا. جميل يا دكتور هشام، جميل. تسلم. يبقى احنا الاوبشن يا جماعه نلخصها كده دلوقتي، الاقتراح اللي قاله زميلنا الدكتور محمود الجبالي ان احنا اديبوفيشال في لاب، وساعد الدكتور احمد تاج والدكتور مصطفى ان احنا ناخد ناحيه من اديبوفيشال وناحيه كوتينيوس في لاب. تمام. ده اوبشن واحنا نعملها في وان ستيج. الاوبشن الثاني اللي قال عليه احد الزملاء اللي هو الدكتور احمد سعد، ان احنا نعمل كوابا فلاب، ان احنا ناخد فلاب من الدورسم، وبرضو ايده في الراي ده زميلنا الدكتور هشام، ان احنا ناخد ايه كوابا فلاب، ان احنا نستغلها ان احنا نعمل كفرج لايه الفينجرمان. الحل الثالث والجميل خالص اللي هو الحل اللي قاله الدكتور تامر، وعايزين ان هو في ميزه كمان، هو ممكن نصلح بالديستراكتور ده الديفورميتي اللي موجوده دي. تمام. يعني ممكن نصلح بالديستراكتور الديفورميتي اللي موجوده في الايه في الفينجر عندنا، ان احنا نعمل ديستراكشن للسوفت تيشو، وفي نفس الوقت نصلح الايه نصلح للراديال انكلينيشن بتاع الايه بتاع الميدل فينجر اللي موجود عندنا ده. تمام. حد عنده اقتراحات تانية في الحاله دي؟ طيب ندخل على الموضوع بتاعنا اللي احنا كل مره ناجله، الابر ثيرد ليج. وكنا المفروض النهارده هنتكلم عن الجاستروكنيميوس ماسل، هناخد فيها الخمس دقايق اللي فاضلين دول. الجاستروكنيميوس ماسل يا شباب دي باي بينيت ماسل، وبتبقى في البوستيرور كومبارتمنت بالليج، واحنا عارفين البوستيرور كومبارتمنت سوبرفيشال وديب، هي في السوبرفيشال بارت. هنعدي الحاجات النظري عشان احنا لقاءنا كله عملي المفروض، لكن يعني هي الاورجن بتاعها من اللاترال ميديال كوندايل، وبتمسك مع السوليس عشان تعمل التندو ايه التندو اكيلس. تمام. لها تو هيدز، ودي بتبقى انرفيتد باي البوستيرور تيبيال نيرف، و ادي الرسمه بتاعتها، ادي الميديال هيد وادي اللاترال هيد بتوعها. تمام. الميديال هيد بتبقى اطول شويه من اللاترال هيد، وتبقى نازله تحت شويه عن اللاترال هيد. والنيرف سبلاي البلاد سبلاي بتاعها بيجي منين؟ بيجي من الايه من الشورال ارتر. الشورال ارتر ده بيجي من دوبلتين، كان الدكتور وليد كان قال في الاول ان انا ندخل ممكن ندخل نجيبها من فوق، بتبقى واخده من البوبلتين مباشره على طول. تمام. الانديكيشن كنترول انديكيشن بتاعها يعني هنعديها، لكن احنا كنا شيرنا المره. اتفضل. حد كان بيقول حاجه يا شباب؟ كنا شيرنا المره اللي عدت الحاله دي، وقلنا ده شاب كان جاي لنا بالاكسبوزد بليت، هنا اكسبوزد سكرو بس، يعني هو عمل ادي الغرز بتاع العظم لسه ما زالت موجوده، وحصل اكسبوزد ايه سكرو. ايه رايكم يا شباب؟ حضرتك كنت دي الميديال هيد جاستروكنيميوس فيها كويسه يا دكتور مجدي؟ جاستروكنيميوس اي ثينك. مين اللي كان بيكلم؟ حماده. معك احمد طلحه. ماشي احمد طلحه. اي دكتور احمد. هو طبعا الجاستروكنيميوس ذا ايديا ليها يا دكتور احمد فعلا،
انا فعلا عملت لها الجاستروكنيميس اهيت تمام، جاستروكنيميس مصل. والولد ده اللي كنت بحكي لكم عليه ان هو بعد حوالي 6 شهور حاجه قرصته في رجله من تحت من هنا كده، وجاله له انفكشن فوق هنا، واضطرينا ان احنا في الاخر تاني نجيب دكتور العض ونخليه يشيل الايه البليت والسكرول اللي هو في المره الاولانيه ما رضاش يشيلها. ليه؟ لانه كان لسه عامل العمليه ما كملش ايه ما كملش اسبوع، وقال ان الوند شكله كويس ونضيف وما فيهوش مشكله وما فيهوش ديتشارج، ولسه الاكسوجر بقى له يومين. فانا برضو حتى خدت عليهم تعهد بهذا الامر ان انا لو احنا هنعمل كفرج يبقى احنا هنعمل كفرج على امل ان هو ربنا يكرمه الايه وما يحصلش انفكشن بس تاني. لكن لو حصل انفكشن ليس له مفر غير ان احنا نشيل الايه البليت ونحط له اكس فيكس. مشي كويس قوي، وبعد 6 شهور زي ما بقول لكم اخد تروما تحت في رجله من تحت، ها، وبعدين بدا يديفلوبت ايه انفكشن هنا كده في المنطقه دي تمام، على الرغم ان التروما بتاعته تحت هنا كانت في الايه كانت في اللج من تحت، او كانت حاجه قرصاه تقريبا او حاجه زي كده يعني، وديفلوبد الايه الانفكشن ونتج عنه الووند بقى بالمنظر ده. وجبنا دكتور العظم ايه عمل له اكسيجن، شال له البليت والسكرو اللي كان موجود، وعملنا ادفانسمنت لحته الجاستروكنيميس كنا واخدينها سحبناها تاني ايه عملنا لها حته ادفانسمنت وحطينا عليها جرافت وهيلت ومشي كويس قوي تمام. بس الجاستروكنيميس التكنيك بتاعت رفعها ازاي؟ بنحط التورنيكي تمام، والعيان بيبقى نايم برون، ونعمل ديبرايدمنت الوند ونفتح ليز اس على الايه البوستيرور اسبكت بتاعت الايه بتاع الليج تمام، وممكن نرفعها بروكسيمالي، ممكن تترفع ديستالي، وممكن تترفع فيشي كوتينز. مهم جدا ان احنا نرفع نعملها امتى كده ونعملها امتى كده ونعملها امتى كده، نعملها امتى بروكسيمالي بيديكل وامتى ديستالي بيديكل وامتى نرفعها كفيشي كوتينز. ناخد النهارده البروكسيمال بيديكل فقط عشان الوقت ما عادش عندنا غير دقيقتين. البروكسيمال بيديكل بندخل تحت عند الانسرشن بتاعها من ال من الـ مع السوليس وان ايه ونعمل لها سيباريشن تمام، وبناخد احنا ميديا الهيد بس او اللاتر الهيد بس، ما ينفعش ناخد الاثنين، ناخد ناحيه واحده منهم تمام. وممكن ندخل نعمل لها ريليز من الاورجن بتاعها زي ما احنا كده عاملين الاورجن بتاعها، بيديها ريليز حوالي 5 سنتي او 6 سنتي او في بعض الحالات توصل ل 7 سنتي. ادي احنا قايسينهم بالمسطره اهوت، ادي الريليز عملنا لها ريليز وصلنا لحد حوالي 6 سنتي او 7 سنتي تمام. ممكن نوصل بها الابر ميدل ثيرد يعني زي الحاله دي كده تمام، دخلنا عملنا خدنا لها الجاستروكنيميس مصل وعملنا ريليز للاورجن بتاعها وسبناها بيز على البلاد سبلاي بتاعها فقط، وغطت الديفكت ده مرتاحه قوي ديفكت في الابر ميدل ثيرد. يبقى الجاستروكنيميس وده الدونر سايت بتاعها مكان الايه مكان الجاستروكنيميس مصل. يبقى الجاستروكنيميس مصل مينلي موصوفه يا شباب للابر ثيرد، موصوفه مينلي للابر ثيرد. لو هناخدها بروكسيمالي بيزد هناخدها بروكسيمالي بيزد، بتبقى ممكن ناخدها ونسيب الاورجن بتاعها زي ما هو، ودي بتلف مرتاحه كويس قوي. ان احنا لو انا عايز اطولها شويه حوالي 5 6 سم عشان تجيب لي الابر ميدل ثيرد، يبقى هدخل افك الاورجن بتاعها فوق، وفكت الاورجن دي بس بنخاف قوي ان الروف فاسكت باند تتعور عندي زي الحاله دي. ذا سيم كونسبت عملناه فيها ابر ميدل ثيرد اهو تمام. لما دخلنا جبنا لها جاستروكنيميس زي ما احنا شايفين كده، فكناها من الاورجن بتاعها اهوت وسايبينها على النيورو فاسكت باند بتاعتها اهي. معلش الزوم هيقطع شكله كمان اقل من دقيقه، لكن هنتوقف كده والمره الجايه هنكمل جاستروكنيميس والحاجات اللي هي هتتشير على الجروب تاني. ومعلش يعني اسفين احنا ما نقدرش ندخل حلقه ثالثه. ده الجاستروكنيميس مصل اهيت تمام، وده بعد ما حطينا الجرافت بتاعنا، ده حاله ثالثه.